السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين المدرب أجاكسيو وين يخالف التوقعات ويطلب من بلايلي الاعتماد على مهاراته الفردية لصنع الفرق. يعني وين المدرب كاين مدرب بالك يسهل له المأمورية يلعب كيما تعرف، يسهل له المأمورية، يمكن يسهل له المأمورية ويولي النادي تاع أجاكسيو والكل يبحث على بلايلي، ربما تكون الحل فيها. بالك المدرب تاع أجاكسيو صاب الحل يعني عند بلايلي، الكل يبحث على بلايلي، يمكن غادي الكل يعني وين بلايلي وين يغذوه بالكرة كثيرا، يعني يمكن توصلوا البوله بزاف يلعبوا عليه يعني، والتحركات تاوعو والمراوغات تاوعو يمكن يكون عنده الحل فماك. هذه ويبدو ان الامور المهاجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي قد انقلبت رأس على عقب بالنسبه له وبشكل ايجابي، يعني انقلبت بشكل ايجابي منذ وصوله الى ناديه الجديد أجاكسيو الفرنسي، وسجل جناح الطائر المنتخب محاربي الصحراء اول ظهور رسمي له رفقة الفريق يعني أجاكسيو في الدور الفرنسي، مقدم عرض لافت للانظار ومساهم بشكل فعال في عودة فريقه بنقطة التعادل المهمة من خارج الديار بنتيجة هدف لهدف امام تور. وطلب المدرب يعني مدرب أجاكسيو من في تصريحات لقناة رسمية للنادي من يوسف بلايلي أن يسعى في كل مرة لصناعة الفرق بشكل منفرد بغية استغلال مؤهلاته الفنية لأبعد مدى ممكن، يعني وين يمكن يخليه يلعب في لاطاك ما يخليهش يرجع، خاطر على بلايلي ما ينجمش يرجع، بلايلي لولا يرجع يلعب في لا ديفونس ويطلع ما يكملش يلعب ميتو ما يزيدش، يمكن يخليه يلعب مرتاح. بلايلي كيما داير له هنايا يعني السوتيا تاعو اللي يغطي عليه واللي يفتح له اللعب واللي يلعب معه بزاف ويغذيه بزاف شكون هو بن ناصر، يعني شاهدنا بن ناصر وين يدير يكوبري على بن سبعيني يفتح اللعب لبلايلي، نشوفوا كيفاش يخدم من جهته. احنا المهم كيما يقول لك الله ينجحوا، هذه اللي نقولوها عندما كان وين نقولوا باللي وبشكل وين يريد يعني وين وجاء هذا الطالب المفاجئ معاكس وبشكل كامل لما كان يعني كان يطلب من بلايلي خلال تجربته تاع 8 أشهر والتي قضاها مع فريقه السابق بريست عندما كان مدرب ميشيل ديارا، يلمح عليه بضرورة اللعب بشكل سهل وتفادي الاحتفاظ بالكرة، بحث عن المراوغات والحل الفردي. وتحدث يعني المدرب قائلا في هذا الشأن: بلايلي يميل يعني يملئ فراغ رهيب نعاني منه، حيث أننا لا نمتلك لاعبين قادرين على صناعة الفرق بلمسات واحدة. صحيح يمكن بلايلي لازم ينقص من هذيك تاع يبحث على التيبو، يبحث تريبغي في المقلب غادي يدير تيبو وحده ويدوها له، لازم هذيك ما تكونش عنده، لازم هذيك يتخلص منها، هذه هي لازم ان شاء الله بربي يتخلص، يكون عنده مراوغات حاسمة، يعرف وين تاي تريبلي، يكون عنده مراوغات حاسمة يصنع بهم الفرق. هذا مكان. وأضاف: نحن بحاجة ماسة له ولمؤهلاته في المراوغات، لقد كانت هذه نقطة تمثل نقطة ضعف لدينا حتى الآن. وتابع المدرب أجاكسيو: طلبنا من بلايلي اللعب بطريقته المعتادة له، أي من خلال التعبير عن نفسه فوق أرضية الميدان وإظهار قوته الفنية، ونأمل أن يكون يعني تواجده فوق أرضية الملعب يعني محفز لبقية زملائه من أجل القيام بأمور ولقطات بنفس الجودة تاع يوسف بلايلي. وقدم النجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي مؤشرات واعدة خلال ظهوره لأول مرة مع نادي أجاكسيو ضمن المنافسة الدور الفرنسي، وكان المهاجم المنتخب محاربي الصحراء قد صنع آخر يعني
صنع الاحد الماضي هدف تعادل، يعني جا تبع منه صنع خمسه على تريبلا ضربت في اللعاب عاودت ولات هي باك من حسبت عليه اللبسه الاخيره خدت على ضربت في اللعاب راحت عند صاحبه تيراه، بصح كانت مفتاحيه من عنده. على ذلك نتمناه ان شاء الله بربي كما يقول لك هو بالك انطلاقه تاعها، بالك انطلاقه تاعها والعوده تاعها، يعني بالك حفظ الدروس، يمكن يكون حفظ الدروس يعني من خلال المواجهه امام تور ضمن المنافسه الجوله 11 من الدوري الفرنسي والتي شارك فيها لمده 15 دقيقه فقط. بلايلي منتظر اساسي امام نجوم باريس سان جيرمان مساء الغد يعني نهار الجمعه. من الجهة أخرى انكشف تقرير إعلامي فرنسي عن تواجد يعني نية لدى المدرب للدفع بالنجم الدولي الجزائري يوسف بلايلي منذ بداية المباراة خلال الجولة القادمة أمام باريس سان جيرمان المقرر إقامتها يوم الغد الجمعة وغدا إن شاء الله لتحقيق يعني مفاجأة وبالفوز على نادي باريس سان جيرمان. ونزيد نقول لكم باريس سان جيرمان امام الانديه يعني المتوسطه يعني دائما وين يلقى صعوبات كبيره، شاهدناه عندنا مع بريست ربح 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 وقيله 1-0 ولا 2-1 يعني بصعوبه كبيره. ونقولوا باللي وين تكتسي هذه المباراه اهميه بالغه بالنسبه لنادي اجاكسيو الساعي لتحقيق مفاجاه بالفوز على نادي باريس سان جيرمان وذلك على امل انعاش حظوظه في الصراع البقاء ضمن حظير الدرجه الاولى. ويبحث يوسف بلايلي عن خطف الاضواء خلال مواجهه امام نادي العاصمي الفرنسي بهدف اظهار قدرته على التالق امام اعتى الانديه العالميه، كما يمني بلايلي النفس بالظهور والبروز بشكل لافت امام نيمار ميسي بابي ونجوم نادي باريس سان جيرمان، ويتواجد لاعب اتحاد العاصمه السابق امام فرصه سامحه من اجل اعاده اعتبار لنفسه بعد الحمله انتقادات التي طالته خلال الاسابيع الاخيره من قبل الصحافه الفرنسيه. ويملك اللاعب الاسبق للترجي التونسي في سجله 20 مباراه ضمن الدور الفرنسي اسهم خلالها في 7 اهداف ما بين صناعه وتسجيل. نتمنى ان شاء الله بربي يكون في المستوى لعاب خاصنا نعرفوا بلي اللاعب هذا اللي عنده شوف بلايلي عنده مستوى تاعه. بلايلي لو كان يخدم في ليزونتيرمو تاعو يتعب يعني ويبادر ويلعب مليح ماشي يخدم هي الخدمه برك والله رايح ويكون الخدمه رايح يكون كيما يقول لك رايح يجيب يكون عنده يدير الفرق كبير والله العظيم. ما نعرف احنا كيما يقول لك مدرب هذا مدرب بالك صاب فيها اللمسه بالك صاب فيه اللمسه كامله هذه هي يعني نقولوا باللي اللاعب هذا يعني وين كيما دروك في هذا الظرف هذا وين المدرب المنتخب الوطني وين يحتاجه يشوف فيه باللي الحل تاعه يشوفه هو الحل هذه هي عليك نشوفوا باللي اليوم وين نقولوا باللي اللاعب هذا وين مطالب برد الاعتبار امام الصحافه الفرنسيه اللي تهموه بزاف اللي بدا طيح عليه الصحافه يعني رانا موالفين نشوفوا بلي يقلعوا معاه بلايلي ودا فانك احسن لقطه داها هذا الجوله الاخيره هذا الاسبوع هذا دا احسن لقطه يعني انطلاقه وين دخل في 15 دقيقه التاليه كان مريح وين قدم مستويات 15 دقيقه يقدم مستويات. نتمنى ان شاء الله بربي يدخل دونتري ويظهر بلي بلايلي ماشي تاع ميطون ولا تاع بامينيت التاليه ولا بلايلي تاع على الاقل 70 دقيقه يكون قدم مستويات هذه هي. لعاب كبير لعاب لي يقدم عنده لي كاليتي تاعو كيما يقولوا ما خافوش منه عنده لي كاليتي تاعو.
لا تنساوش عطونا اعجاب كومنتير وبارطاجيو لنا الفيديو، وان شاء الله ديما معاكم جديد، واللي مشي بابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم خاوتي. سعيد.